السلام عليكم خوتي المواليح، تحياتي لكم جميعا اينما كنتم. اليوم جيناكم ان شاء الله في واحد الفيديو جديد تولي عاوتاني مع الحميمات ونشوفوا يعني الكوارث اللي وقعوا لينا البارح. وتحياتي لجميع الاخوان. كيف العاده الخوت نطلقوا الحميمات ديالنا يطيروا شويه الجو، راه كاين شويه السخونيه وكاين شويه الريح، وللعلم واحد الحمامه راه مشات ليا البارح. ايوا نتمنوا يعني يكون ما داهاش الريح لشي بلاصه. وتحياتي للجميع. يعني كنخليو الحميمات ديالنا بخاطرهم يعني يشوفوا الاجواء كي دايره. هادو راه تيطيروا معاهم، راه غير تتكون شويه ديال الخلعه حيت الطير. بالنسبه للكوارث هي ديال الله شتا دابا، شوفوا هذا واحد الريح البارح، راه اللهم بارك، يعني الرياح واحد السرعه خطيره البارح تحيد لي هذا. غنحاول نوريكم واحد اللقطه راه صورتهم الصباح، وتحيد هذا الشريج من هذا، ها هو التهرس من هنا تيكون هنا. ايوا نتمنوا الخير الحمد لله. المهم سجاني راه الحمد لله، سجنه وحده ديال الديكوره هي اللي تحلات، اما السجنه هذه هي اللي خايف لا تكون تحلات هذه ولا هذه، لحقاش عندي هنا حمام ديال البروديكسيون. الحمامات اللي عطاونا الاخوان راكم عارفين ما هي. ايوا نتمنوا الخير. شفت واحد الحمامه اللي تنصحب واش طير ولا هذيك الحمامه اللي غبرات لي البارح. ها هي وقيله هي وقيله هي، نشوف واش دفليا مهروقه مشات نزلت لي. هذا راه خوها، ها هو هذا راه خوها، ماشي مشكل. ها هو تبارك الله الحميمات راه هازين. ايوا نتمنوا الخير، الله يسخر فيهم ان شاء الله يفرحونا هذا العام. للعلم العام الفايت راه ما كنتش لعب بالحمام اللي تنديكلاري بيه في الفيتاس، ما كنتش لعب بيه، كنت لعب بحمامات اخرين وكانوا حمامات قلالين، يعني شي جوج حمامات هما اللي فيهم شي هاد الفيتاس. والحمد لله دينا بوحده الرتبه 13 اسبيجون. ايوا نتمنوا الخير. شنو هذا واش الطير؟ لا لا والله الا تنصحاب واش تبعهم الطير بالله. ايوا نتمنوا فيهم الخير. هذه التوليعه ديالنا، زائد هاد الوكوره هادو راه كانوا لهيه وكانوا غادي يطيحوا لي على الديكوره، وشديتهم حيدتهم ونضربوا واحد الطليله على الانتاج. هذه هي سجنه الانتاج، هنا فين كانوا هاد الوكوره، وبدات يتجمع لي من موراهم الوساخ، وهادي ارتأيت انني نحيدهم. وغادي نقدر ندير هاد الفاص، هذا هو اللي بغيت ندير فيه الوكوره هنا، ها وهاد البلاصه غادي نحيد هادي، غادي ندير شماشه بحال هادي لقدام هنا. وكان تي يعني تيقول لي واحد الراس تاع هاد الكوره هادو اللي هنا نقدر نديهم، المهم ندير هاد الفاص هذا. ايوا نتمنوا الخير. هادو الوليدات، هذا الكاتالوني، هذاك راه ولد الكاتالوني، هذا الذكر اللي عطيني في الفيتاس. هادو الحمامات الجداد، هذا حمامه المسافه، هذا حمامه ديال 1700. هذا الدوبل كانو، هذا هو الشريف الوزاني، هذا هو الاب ديال صدام. هادو هما الحمامات اللي عندي. خلاص هادو راه جوج وليدات، هادو ولاد هاد الذكير. هذا هو الدوبل كانو، اللهم بارك. نشكروا الاخ فاتح وكنشكروا كاع الاخوان اللي عاونونا لا بالدعوات لا بالحميمات، الحمد لله. تنشكروا الاخ الخيراوي، الحمد لله. هادو راني طويت ليهم هاد الوكر، هذا راه خاصني نسدو، تيبقى من هنا محلول تيحتلو هاد المسخوط هذا. ايوا الحمد لله.
هذا هو حمام الانتاج اللي عندي، زائد شي اينات ليه، يعني دوك الاينات ليه كاينين تقريبا شي ثلاثه الحمامات وقيله اللي جداد، اما الاخرين حمام اخر. هذا هو راه تيلعب ليا الفيتاس هاد الذكير هذا. ها كاين دابا الناس اللي غادي يشوفوه غادي يقول الاردن كذا، هادي لا هو لا هذا، هذا دابا اللي شافوه يقول لك دي سميت ماتيس. هادو اخوتي راه تيلعبوا ليا في الفيتاس مزيان، ولادهم تبارك الله تي بوينتي وليا في الفيتاس يا الحمد لله. دابا هذا راه ما خديتش منه كاع، هذا اللي خديت منه، وهذا خديت منه وليد، وهاد الذكر وهاد الذكر وهاد الذكر والكاتالوني هما اللي خديت منه هاد العام، وزائد ولد الكاتالوني، يعني جيمس بوند راه تا هو ولد الكاتالوني وتا هو خديت منه. والحمد لله العام الجاي دابا ان شاء الله الحمام اللي غادي يلعب ليا عاوتاني في هاد الحمامات ديال الكورس، الحمامات اللي غادي يلعبوا ليا مزيان غادي نزديهم، يعني مثلا بحال دابا هاد الذكر هذا مثلا شي ولدو ولا شي بنتو دارت شي نتيجه مزيانه ولا لعبه مزيان تديكلاري مزيان، زائد يعني مثلا هاد الذكر هذا تا هو ولادو، يعني تي مثلا هاد الذكر وهاد الذكر ولادهم تيجيو مزيان، يعني بجوجهم تيجيو، كناخذ الانثى ديال هاد الذكر كنزديها لهذا، ولا كناخذ بنت هذا كنزديها لهذا، ولا كناخذ بنت هذا كنزديها لهذا، ولا كناخذ ولد هذا كنزديه للانثى اللي داير لهذا، يعني هكا كندير الطلاقيات. ولكن يا الخوت انا كندير الطلاقيات في الحويجات فين تيلعبوا الحمامات، بحال دابا راه ما يمكنش ليا بحال دابا هاد الذكر، هاد الدم هذا ديال هاد الذكر، وهاد الدم ديال هاد الذكر، وهاد الدم ديال هاد الذكر، وهاد الدم يعني ديال الكاتالوني، وهذا هادو تنجمعهم بيناتهم. هادو علاش؟ حيت تيلعبوا ليا غير الفيتاس، يعني تيلعبوا ليا غير الفيتاس صافي كنزدي بيناتهم. زائد عاوتاني هذا كيعطيني للقدام، ولد هذا، ولد هذا مع ولد هذا كانوا لاعبين معايا بجوج، يعني تيلعبوا ليا القدام، هادو هما اللي كنزادي بيناتهم. وما دي غير واحد النوبه باش ما نتلفش الاخوان وصافي، هذا ما كان. ايوا نتمنى الخير. دابا الذكر اللي الاب ديالو هو هذا، يعني الاب ديال صدام، دابا الانثى اللي كتدير مع هذا هي الام ديال صدام، حمامه المسافه، يعني تشدها تتقلبها تلقاها حمامه المسافه، وتبارك الله يعني عطاتني صدام اللهم بارك، ما كاينش الضياع، شديناها زديناها مع ذكر ديال المسافه 100%. ها هو هاد الذكر هذا راه اللهم بارك اخ ناصر، وهادي راه عارفه راه تبارك الله، يعني بحال قلتي ولاد خوت، ولاد خوت تبارك الله، هما اللي ضاربين العيون ضاربين طنطان. اي أيوة والله يسخر الجميع. حميمات اللهم بارك راه باقيين طايرين، نخليهم على خاطرهم. هذاك مسخوط يلا صافي، الحمام دابا فاش يبقى ينزل لي انا فوق السطح كنقزعو. يلا سير سير طلع يلا صافي، باش كيطلع لتما كنخليه تما. بالنسبه لهذا راه الاخ ديال صدام، يعني الحمامه اللي قلت لكم بالذكر المسافه راه ولد هذاك، والاب ديال صدام يعني هو الاب ديال هذا، غير هذا الام ديالو تبارك الله كانت عاطياني مع واحد الذكر اخر، واحد الذكير كان تبارك الله كان تي ديكلاري في الفيتاس، يعني داخل ديما في النسبه، ووصلت ليه 405 تبارك الله، حصل على الرتبه دوزيام في الجمعيه وكاتريام على الاتحاد. كما كنشوفوا الحميمات طارو، واش تخلعوا واش ممسوقوا هذاك ماشي مشكل. المهم الحمد لله كنوصلوا حمامنا لواحد الصحه مزيانه، كنصيفطوا للسباق الا كان حمام ممتاز راه تبارك الله تيبين ليا، ما كانش حمام ممتاز راه تيضيع ولا ما كيجيش ولا كيجي، يعني ما كنحكموش على الحمامه في المطلق الاول ولا، يعني خاصها تلعب المطالق كاملين. اش تبارك الله الحمام انا اللي تنعرفو حمام هو الحمام اللي تديكلاري بيه وتعاود ديكلاري بيه وتيبقى، يعني ما تيضيعش. واخا هي راه شويه صعيبه القضيه، ماشي حيت الجو قاسح واصلا التراجي عندنا هنا قاسح. هادي الولاعه كيف العاده نخليهم يطيروا، غادي نطويو السجينه ديالنا نقدوها اليوم على ما يجيو. هذا راه باقي يعني باقي صغير ها هو، ومازال ما تيقدرش يمشي معاهم يشد معاهم ماشي مشكل، دابا يقصح. بالنسبه للحميمات راه تبارك الله راه طاروا ونزلوا وطاروا عاوتاني ونزلوا، المهم ما بين الطيره والطيره تقريبا 6 دقائق 7 دقائق كما كتشوفوا. هاد الحمامه هادي على حساب راه كاين شويه اليوم كاين شويه الحراره تبارك الله. هادي هي الحمامه اللي كانت، هادي هي الحمامه اللي كانت مشات ليا،
هاي جات الحمد لله الحمد لله، راه مولفة دابا. كانت في ديك السجنة، وفاش هزيتها من هاد السجنة دخلتها لهنا كانت كبيرة يعني، فات عليها الحال. يعني الحمد لله هي جات. هذا راه تبارك الله خوها من الأب ومن الأم. الحميمات تبارك الله وما نزلوا، كاين اللي حال فمو، كاين الاكثريه حالين فمهم. اصلا الجو سخون، والبارح تبارك الله هذيك الحمامه دابا اللي وريتكم ها هي تبارك الله، هذه راه اختها، هذه راه اختها. انتم شفتوا هذه الحمامه؟ شوف سبحان الله الاخرى، فوتوكوبي ديالها. المهم ما عليناش، ماشي مشكل الحمد لله. بعدا فاش جات يعني نتمنوا الخير. هذا خلاص الحلوف بحال هاد اللقطه هادي، شوفوا شو كيدير للراس دابا بحال هاد اللقطه هادي، راه يعني كاين الحمام عندي فيه تريكومونوز، الحمام عندي فيه تريكومونوز. الا تيدير بحال هاد اللقطه زائد كتبقى تشوف هاد يعني هاد البلاصه ديالو، هاد شي يقولوا هاد العنق تيبدا يدير هاد الحركات، يعني ان شاء الله الا كتاب هاد العشيه هادي غادي ندير لهم فلاجيل. البارح كنت باغي نعطيهم الدواء، قلت خليت يعني تنتاكدوا بان الحمام طالع عليه التريكومونوز. هو ماشي الحمام كامل، يعني الحمام كامل حل فمو او لا تيدير بحال هكا، يعني بحال هاد الحمامه هكا خاص يعني خل التفاح، تعطيها خل التفاح ولا تحاول تعطيها فلاجيل ولا دواء ديال الكنكر ديال الحمام، يعني تيبقى لك انت الاختيار. هذا ما كان اخوتي، نحاولوا ندخلوهم مع قعدوا عاوتاني. ايوا نتمنوا الخير. راه شويه الطير راه محيح، هما كيشوفوا لهاد الجهه هادي، ما عرفتش شنو كاين هنا، ماشي مشكل. المهم نحاولوا فاش ينزلوا الحميمات ندخلوهم باش نطلقوا عاوتاني الذكور تاهما يتحركوا شي شويه. واحد الحميمه راهي شاده الطريق، هذا مكان ونحاولوا نيت نشدو حتى هادي، حتى الحميمه نحاولوا نشدوها. الحميمه هي الحمد لله راه شديناها تبارك الله، ما مطيحاش لا فورم ديالها. وللعلم راه من البارح تقريبا من الصبح، من هذيك الربعه ديال البارح حتى لهاد الوقيته دابا، ايوا الحمد لله. هادو الحميمات راه هما يلا نزلوا، نحاولوا دابا ندخلوهم بلا ما يعاودوا عاوتاني يطيروا. وضروري 100% غادي نعطيهم فلاجيل، ندير لهم واحد المعلقه في اطرو د الماء ونعطيها لهم يشربوها. نحاول نعطيها لهم اليوم في العشيه وغدا في الصباح. المهم الا كنت غادي ندير فيديو مثلا غدا في الصباح، راني 100% ان شاء الله نحاول ندير لكم فيديو باش يشوفوا الاخوان الطريقه. هذا ما كان بالنسبه دابا غادي ندخلوا الحميمات. كما قلنا لكم الطريقه، يعني ديما تندير لهم هذه القضيه، كنسد لهم البلايصه، كنعطيهم ماكله وسط السجنه، ومن مورا راه تشوفوا يعني كيفاش الحمام تينضف. يلا دخل 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 دخل. طيب اخوتي كيف العاده نحاولوا اسمحوا لنا على داك
الشيء على قد الحال. الله يسخر. يلا وليداتي. هذا ديما ديما العكس فيه تيبغي يريح تما. نضربو طويلة على الحمام ديال الانتاج ديال الحمام اللي كياكل دابا. او ما تبارك الله الحميمات. هذه هي الحمام اللي شديناه، هي هذه يعني الحمام اللي كانت تالفه ليا. فين هي اختها؟ فين هي اختها؟ ها هي اختها. فوتوكوبي سبحان الله. والله يتا فوتوكوبي. ها هي ها هي الدفليه هذه. انتم كما كتشوفوا ايوا نتمنوا الخير ولا لا. تبارك الله الحمام ما مسوقش للكاميرا كياكل. اللهم بارك. هذا شفتها يلا شفتها. ما كانتش مسوقه عليها والله ما كانت مسوقه عليها. بين الحمام يعني غادي نزيدوا شويه د الماكله ماشي مشكل. مهم ضروري خاصني نعطيهم التريكومونوز. ها هي هاد الحمامه هادي راه هي اخت هادي تبارك الله. فوتوكوبي فوتوكوبي كيتشابو سبحان الله. هادي مشربله في رجليها وهادي فيها كرافاطه. ايوا نتمناو الخير. الذكور تبارك الله هما طايرين نتمناو فيهم الخير. حتى هما راه غادي يطيروا واحد شويه وغادي ينزلوا. نخليهم عاوتاني واحد نص ساعه هاد المكانه خارجين يطيروا بخاطرهم ينزلوا بخاطرهم. لحقاش تقريبا المهم ان شاء الله الى كتاب السيمانه الجايه راه غادي نبدا اليوم يعني التدارب فوق اللوفت خارج عاد نخرجهم لخارج اللوفت. وهاد النقطه هادي راه بزاف د الاخوان ما تيردوش ليها البال وتيعرفوا هما التدارب غير هز الحمام خرجوه على الدار صافي. راه هذاك التدريب اللي دير ديال 5 كيلومتر راه غادي يولي 60 كيلومتر 70 كيلومتر يولي 100 كيلومتر. وكتشوفوا الدراري تيضيعوا الحمام بهذه الطريقه هذه. وهذا الشيء راه شرحته يعني الحمام خاصه بعدا دير ليه ضروري الرايه يعني داك ثلاثه التاءات يعني التدرج التعود والتاقلم. من مورا الحمام راه ما غاديش يبقى عندك داك المشكل ديال الحمام تيجي من المطلق ما تيبغيش يطير ولا لحقاش ما دربتيهش مزيان. ماشي دربتيه هي درتيه في البانيه وديتيه للطريق ولا لا غير فوق السطح بعدا يعني فوق السطح ياكل يطير مزيان. وفاش يبغي ينزل تدير ليه الرايه واحد الدقيقه وكتخليه يعني بحال قلتي كتحتم عليه انه يزيد يطير. فهذيك اللحظه الحمامه تبارك الله كتفرز يعني كتزيد تتفرز دوك الهيموغلوبين والمهم الكريات الحمراء وهذا الشيء راه كنا شرحناه. كتفرزهم هما اللي كيخليوها انها تطير مده طويله والحمام يطير ساعات 4 السوايع 5 السوايع. المهم فاش كتتفرض عليها شي حاجه الحمامه فاش كتمشي للمطلق ولا وهذه وكتكون يعني اصلا راه ديجا دوزات واحد لونطريمو يعني كتقدر انها تطير واحد المده طويله وواحد الكيلومتراج كبير. وهذا ما كان اخوتي. دابا ندوزو للذكوره تا هما السجينه ديالهم وغادي نخلي لكم واحد الفيديو صورته الصباح على داكشي اللي لقيت يعني هاد الكوارث الطبيعيه اللي لقينا بحال هاد هذا راه تحيد. هو كما كتشوفون واحد المسمار راه تحيد راه شديت هادشي غير بالكرافوز وهذا. ايوا نتمنوا الخير. الصحه ديال الحمام راه الحمام باحلى صحته اللهم بارك. ايوا نتمنوا الخير. حميمه تبارك الله. توم البارح راه كان عندنا واحد العجاجه يا الخوت اللهم بارك طار لينا هاد الشرجم ديال هاد البلايصه هادي. ايوا ما عندنا ما نديرو وهاد الباب هذا تحل. انتوما شوفوا الخوت طاروا هاد الليستونات هاد الخشيبات اللي كانوا شادين هنا خرجوا الحميمات. ايوا ما عليناش. هاهما تبارك الله الذكور نتمنوا فيهم الخير.
بالنسبه للبارح راه كان واحد الحجاج اللهم بارك وربي تدابر الريح راه كاين. ايوا نتمنوا الخير من الجميع. بالنسبه لهنا راه كاين واحد شي كوره ديال البروديكسيون، هادو راه كوره ديال البروديكسيون كانوا ليه البارح، نقيت ديك السجينه مزيان، راه حيدت منها تقريبا شي 100 كيلو ديال شي خنشه ديال القنطار ديال البزق. ايوا الحمد لله هادو الاناث ديالنا تبارك الله. للعلم واحد الأنت راه مشات ليا البارح، وإن هاديك ما عمرها طارت خرجات، ماشي مشكل. هادو هما الوليدات ديالنا اللهم بارك، نتمناو فيهم الخير. وهذا هو الفيديو ديالنا الخوت قبل الكارثة. ايوا ما عندنا ما نديرو، ماشي مشكل. انا غير ما تحل لياش هاد السجنة وما تحلش ليا ديك السجنة، يعني هادو ماشي مشكل راه تيطيرو. ايوا نتمناو الخير الخوت، كما كتشوفوا الريح مجهد مجهد بزاف. وكيف العادة الخوت حميمات راه نزلو تبارك الله، حالين في الموم تقول طايرين خمسة السوايع، هما راه طايرين اي شي 6 دقائق 8 دقائق، المهم ما بين ما كنطوي السجينة وهما ينزلوا، يعني ماشي مشكل اصلا راه الجو انا عارف الظروف اللي هما يعني دايزين منه، ان كاينه الحراره زائد البارح البرد كامل هو تيخبط، الليل كامل والبرد تيخبط. هذا راه خو هذيك الحمامه اللي كانت مشات ليا راه خو هذا، يعني نتمنوا فيه يسخر فيه الله. هذا جيمس بوند خلاص ديما هو مولف هنا يجي يبدا يتعاطى معاهم، يلا بيه اللي عاوتاني يلا تا واحد ما يبقى لازون. اللهم بارك بكير سبحان الله، هو وخوته وموما هذيك هذا راه ولدو مع الصبليونيه، وهذاك ولدو مع واحد الانثى فاسيه، هذوك الجوج اللي ليه. ايوا نتمناو الخير. بالنسبه اللي فيهم هاد البيغان بويض راه كاملهم ولاد هذا بربع، وكاين واحد اخر تا هو اللي ولدو. المهم الحمد لله هذاك الكحل، هذاك الكحل عاوتاني خو هذا، خو هذا الذكر هذا خو هذاك الكحل. وكاين واحد الدفلي بالنسبه لهذا الكحل الاخر راه ولد خوت هذا الذكر هذا. ايوا نتمناو فيهم الخير. هادو هما ولادو النيت، ها هما بيغان بويد شتيهم، البيغان ديالهم كاملين بيضين. باي تيتفاهم مع دابا على الورد، تيتفاهموا على الورد، تيقول لي شنو خليتي لي ما خليتي لي والو. اللهم بارك. هذا سبحان الله ولدو الصغير، هذا راه ولدو اللي ديال العام الفايت، هذا عاوتاني راه خوه من الاب ديالو، يعني غير الام ديال هذا هو الصبليونيه، هذا الام ديالو هي 2007. المهم راه الناس اللي متبعيننا راه عارفين الحمام ديالي، راه حمام جدا بسيط، ولكن ان شاء الله فاش ممكن نحسنوا الطلاقيات وكنحاولوا نجتهدوا. هذا مكان اللهم بارك طوبيس هذا. هانتو العوف، هذا كما كتشوفوا ما لابش البوداس ديالو، هذا حمام ديال يعني من 100 ل 400. ايوا نشدو نفرخو منو ان شاء الله. شوف واحد واقيلا راه دخل هنا، لا مش اخر. هادو هما حميمات اللهم بارك. هادو اخوتي بعد العمليات اللي كندير، يعني كندرب الحمام ديالي باش انه يبقى قريب مني، يعني كنخلي الحمام هكا وكنجي وكنرمي ليهم ميكلة. اسمحوا لي بحال هكا دابا، يعني الحميمات كنحط ليهم المويكله بحال هكا، وكنحاول نقرب ليهم، يعني
تبقى تحاول تقرب عند الحميمات ديالك. هما راه تبارك الله راه فيهم الجوع، داكشي باش كنحاول يعني بعض المرات في السيمانه انني نجوع الحميمات ديالي بالطريقه هذه، انا كنصفي لهم كنحاول نصفي لهم الكبده بطريقه اللي هي بسيطه اللي هي الصيام. يعني الحمام كنعطيه الماكله مع الصباح، وما كنعطيه الماكله عاوتاني حتى تنغد ليه في العشيه. الحمام الا كان عندك مريض راه غادي يمرض في ديك اللحظه. الحمام الا كان عندك صحيح وفيه يعني مناعه ديالو قويه وهادي، راه تبارك الله تيبقى مريزيستي هذا ما كان. يعني كاينين طرق اليوم بساطين وكيرجعوا منك واحد الانسان اللي تتكون محترف في هذه الهوايه هذه. يعني صراحه اخوتي انا يعني كما كتشوفوا انتم الحمامه هو طار تبارك الله. شي حاجه خلعته. المهم الحمام انا كنحاول نخليه ليبر، يعني ماشي انا اللي نقزعو ولا يطيروا بخاطره هذا ما كان. اخوتي خليهم كيف العاده يطيروا مع راساتهم، وفاش ينزلوا عاوتاني نوجدوا لهم الماكله ديالهم والماء 100% 100% الخوت. غادي ندير خل التفاح، يعني دابا بعض المرات راه واخا كنقول لكم راه غادي نقدر نعطيهم خل التفاح ولا فلاجيل، راه ما كنعطيش لهم فهمتي، وكننسى ما كنقولهاش فهمتي. هذا هو هذا ما كان اخوتي، ماشي يعني غير تسمعني انا قلت شي حاجه تبغي ديرها ولا، يعني كتشوف انت الحاله ديال الحمام. مثلا انا الحمام يعني تقاس لي جهاز التنفسي، راه ما نعطيش خل التفاح ولا فلاجيل، غادي نعطي الثومه ولا نعطي شي حاجه فيها الدوكسيسيلين هذا ما كان. وتحياتي للخوت. كيف العاده نخليو الحميمات ديالنا يطيروا بخاطرهم، راه مازال ان شاء الله الى كتاب السيمانه الجايه يعني الحمام فاش يحاول يصفي مزيان راه غادي تشوفوا كيفاش الحمام تبارك الله غادي يبدا يطير. راه غادي يبدا يطير 45 دقيقه ساعه المكانه، لكن كنركز دائما على الماكله الماكله الخوت ثم الاكل الاكل ثم الاكل. راه ماشي تسمعني تنقول لك الماكله والماء، يعني راه الماكله والماء، راه الماكله راه فيها كل شيء. راه هذيك الماكله اللي كنعطيها انا بالنسبه لي انا الماكله اللي كنعطي للحمام فيها كاع دوك الشيء اللي تحتاجه الحمام ديالي، من بروتين من دهون من فيتامينات اوميغا 3 من يعني معادن من بزاف د الحوايج هذا ما كان اخوتي. تحياتي لاي واحد يعني الطرق اللي تيستعملوا يعني برودويات ولا طبيعي سوقوا هذاك فهمتي، انا كنلعب بالماكله والماء هذا ما كان اخوتي. وراك غادي ندير واحد الموضوع يعني ديال يعني التغذيه، علاش دوك الميلونجات كما قلت لكم في الوقت السباقات انك تستعمل واحد 4 د الميلونجات ولا 3 د الميلونجات، وهذا الشيء راه اوبليجي. والناس في اوروبا راه هما تيوريوكم غير البرودويات وكذا. المهم اخوتي راه ما تنبغيش ندخل في هذه الصراعات، انا ارتأيت انني نبقى ندير توليعه بحال هكا صافي نتولعوا مع الحميمات. وان شاء الله فاش يعني دابا لحقاش العام الفايت المهم درت ريزلطا، ولكن ريزلطا اللي هما متواضعين النتائج اللي هما متواضعين. وحال قلتي الناس يعني ما تيقولوا مثلا هذا غير كيخربق وهذا غير كيدرباز وهذه، ولكن ان شاء الله الى كتاب هذا العام الى كتاب يعني وكانوا شي نتائج اللي هما قويين وقويين بزاف، تما غادي يوليو الناس يسولوني كيفاش درتي كيفاش. وانا اخوتي تعلمت من الحاج الروي، من الاستاذ ديالنا الحاج الروي، القناه ديالو تبارك الله فيها جميع المعلومات وفيها جميع النقاط اللي هما مهمين خاصني انت تعرفهم كمولوع، باش ما يبقاوش يضحكوا عليك يقول لك ودير هادي باش دير هادي، ولا واخا تبقى تيري في هذا الحمام بالدوباج واخا تبقى تيري فيه بالليغاري والبرودويات هانتو بوحدهم عاوتاني كيف العاده الحمام تيطير فهمتي. دابا بحال هاد اللحظه هادي كاين الناس يعني التريتمون جينيرال مسائل كدا، مازال غادي نوصلوا للصراعات ديال هادشي، وهادشي راه شرحناه. المهم انت اخويا المولوع كيفاش انت كتفكر، يعني ديك الطريقه ديال التفكير ديالك هي اللي غادي تخلي منك انك غادي تكون محترف ولا غادي تبقى يعني غير كتجرب وكتبحث وكتقلب. وهادي بحال واحد الاخ يعني تناقشت معاه هو للاسف يعني ما بقاش يحملني وقيله ولا، المهم ماشي مشكل راه الناس اللي تابونا معايا وكديزابونا معايا عاوتاني يعني هادوك الناس راه كنعرفوهم، راه داكشي راه تيطلعوا ليك اليوتيوب، اليوتيوب تيعطيك كاع دوك الاحصائيات يعني شكون اللي تابونا معاك شكون اللي خرج شكون
ما فيها باس يعني يكون قلبك ابيض، راه عادي جدا. حنا ما كرهناش كاع الناس تضرب، كاع الناس دير النتائج، وليني باش تبقى تقول لي البنادم الا ما درتيش هذا الشيء راه ما غاديش دير. حتى انا غادي نقول لك الا ما ترينيتيش بالحمام مزيان لونطريمو ديال فوق اللوفت عاد تخرجوا للخارج اللوفت راه ما دير والو. وديما ديما السلاله الخوت، السلاله خاص تكون عندك السلاله. هذا ما كان اخوتي، ما تنبغيش نطول شويه في الفيديوهات وهذه. المهم حميمات هما ان شاء الله يحاولوا ينزلوا، نزلوهم ندخلوهم. يلا دخل 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 دخل. تقريبا التالت هاد المرات اللي تيطيروا. دخل 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 دخل. اللهم بارك. يلا دخل 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 دخل. نحاولوا ندخلوهم، راه بانوا لي شي 11 بحال مخلوعين الطير. وهادي هاديك اوليدي شي ديكلاراسيون بحال هكا. اللهم بارك. كيف العاده اخوتي ندخلوا الدوكو. يلا وليداتي يلا. يلا دخل 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 دخل. هما تيقولوا لي وين بغينا ندخلو. ادخل منين بغينا ندخلو. كيما كتشوفوا ان الحمام دابا راه بحال قلت يعني عرف بان الماكلة كاينة لداخل، يعني تيتسنى غير نحل الباب. تبارك الله. هذا لا كاين شي حاجه كتخلعهم. مهم ما عليناش، ماشي مشكل، نخليهم اخوتي حتى ينزلوا على خاطرهم. كما كنشوفوا الحميمات دابا ديالنا راه يلا نزلوا، غنحاولوا ندخلوهم. دخل 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 دخل. زيد 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 زيد. يلا دخل 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 دخل. خل 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 خل. يلا زيد 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 زيد. يلا خل 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 خل. يلا خل 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 خل. هما الذكور تبارك الله راه شي ياكلوا مع راساتهم، نخليهم مع خاطرهم ياكلوا حتى تيساليو. وغادي نجيبو لهم الماء، غادي نمشي دابا ننزل ندير لهم خل تفاح في الماء هو اللي غادي ندير. غادي نحاول ندير جوج معالق في جوج اطرون ديال الماء، ولا غادي ندير غير اطر ونص على حساب الحمام داكشي اللي تيشرب. كيف العاده غادي ندخل لهم غادي يشربوا في البلاصه غير غادي يشربوا. غادي نحيد داك الماء، غادي ندير ماء جديد وغادي نخليه للحميمات. هذا ما كان اخوتي، ونتمنى دعمونا بالبارطاج لهذا الفيديو، واحد جيم واحد كومونتير في حق الشلح الملالي. وتحياتي لجميع الاخوان، الناس اللي يعني راه كاينين الناس تبارك الله راه ديما تيتفرجوا فينا، ديما تيجمجموا، ديما يعني تيدعمونا، ولو انهم صامتين يعني ما كي واخا ما كيدويوش ما كيكومونطيوش وهادي ماشي مشكل عادي. تحياتي لجميع الاخوان. انا الربح عندي غير يكونوا يعني الناس تدخل واحد الاحترافيه في هذا الحمام الزاجل بالنسبه للحمام الزاجل. اما الحمام ديال الديكور وهادي هذاك الشيء عاوتاني هضره اخرى. ايوا نتمنوا الخير بالنسبه للحمام اللي عندي هنا. اغلبيه تبارك الله تيلعب في الفيتاس، يعني يقدر يكون واحد الحظوظ كبيره هذا العام ان شاء الله في الفيتاس. وللعلم العام الفايت راه كنت لعب بحميمات قليولين، راه ماشي يعني راه كنصيفط 5 دكورة 6 دكورة 7 دكورة يعني من المطلق الثاني، من المطلق الثاني المطلق الثالث للفوق راه كنصيفط غير الدكورة. وهاد العام ان شاء الله راه عوالي نلعبوا بجميع الاوراق. هذا ما كان اخوتي، وتشجيعاتكم تهمنا. تحياتي لجميع الاخوان.